دونك باء ما تعرفوا على صيغة الاحتمالات المركبة. دونك باء صيغة الاحتمالات المركبة. شنو كنقصد به صيغة الاحتمالات المركبة؟ بسيطة بزاف، يعني كتستنتجوها من هادشي. اوكي بيان، دونك لاحظوا معايا مزيان، ليكن أ و بي حدثان من أوميغا. أوميغا بيان هو كون الإمكانات لتجربة ما، أوكي، تجميع تجربة عشوائية، يعني أ و بي حدثان لنفس التجربة، بيان، حيث احتمال أ يخالف صفر، وكذلك احتمال بي يخالف صفر، فإن لدينا إذا كان عندنا بيان سيغ هادشي، دونك عندنا احتمال التقاطع ديال أ و بي كيساوي، شوفو معايا مزيان، كيساوي احتمال ديال أ في احتمال ديالاش ديال بي، علما أن أ تحقق. كيساوي كذلك احتمال بي في احتمال أ علما أن بي تحقق. هذه مونستراسيون سهلة بزاف، شوفوا معايا مزيان، عندنا هادو مختلفين أو لا يخالفين الصفر، دونك عندنا لاحظوا معايا عندنا بي ديال اش ديال ديال بي شاسون أ، يعني احتمال بي علما أن أ تحقق هي احتمال التقاطع ديال أ و بي مقسوم على احتمال أ، هذا اللي كيكون لتحت، أوكي، احتمال أ، دونك هادشي كيستلزم أن احتمال التقاطع ديال أ و بي غيساوي ليا هذا في هذا، نفس الطريقة اللي قلت لك احتمال ديال أ علما أن بي تحقق هو احتمال التقاطع ديال أ و بي بالنسبة أ تقاطع بي هي بي تقاطع أ، ما كاينش مشكل، أوكي، يعني تبادل، أوكي، بيان، دونك مقسومة على احتمال، دونك بيان سيغ هادشي راه ساهل بزاف، راه ماشي شي حاجة صعبة، ما تخلعو من والو، أوكي، شي ساهل بزاف، تخي تخي فاسيل، أوكي، دونك هنا بيان سيغ شكون عندنا احتمال ديال بي، دونك هادشي بيان سيغ كيستلزم أن الاحتمال ديال التقاطع ديالها كيساوي هذا في هذا، صافي صافي، دونك هي احتمال ديال بي في احتمال ديال اش ديال ا علما ان بي تحقق، دونك يعني هادي كتساوي هادي كتساوي هادي، بيان سيغ هدا كيساوي هدا، دونك هدا كيساوي هدا، يعني هدا كيساوي هدا في هدا، بيان، نعطيكم شي مثال، سهل، دونك بصح ياك ماشي مشكل، دونك شوفو معايا ناخدو مثلا واحد الإناء. كبيرة ما قلتهاش لكم في المثال الأول بس نوري لكم هنا، أوكي، ما كنبغيش نعطيه نحاول نعطيكم شي في يعني في مثال واحد كنحاول نفرق يعني سميتو بس تستبدلو كتبو، أوكي، باسكو إلا درت لك شي في مثال واحد دونك يعني تقدرو يعني ما تستبدلوش كتبو، أوكي، دونك لاحظو معايا ناخد واحد الإناء ها هو، دونك هاد الإناء مثلا غناخد فيه ثلاث كرات حمراء، دونك يعني غوش ندير لكم غوش. غناخد فيه مثلا ثلاث كرات كذلك خضراء فيرت 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 مثلا، وكرتين سوداويتين سوداويتين دونك جوج ديال الكرات سوداء، اوكي، دونك نواغ نواغ، دونك غنسحب مرتين بالتتابع وبدون احلال، يعني الكره اللي خديتها ما غاديش ترد، دونك انا عندي جوج ديال سحبت السحبة الأولى السحبة الثانية بيان سيغ راه عندي ثلاثة ديال الحالات باسكو خديت واحد الحالة سهلة كذلك، كان عندي ثلاثة ديال الكرات يعني عندي ثلاثة ديال الاحتمالات، دونك الاحتمال الأول سوا نلقى غوش، الاحتمال الثاني سوا فيغ سوا نواغ، يعني غوش غوش، دونك خصني نزيد واحد الخانة غوش هنا كذلك
بيان سو غادي تجرب الاحتمالات لا لو بروبابيليتي بيان دونك سوا غنلقى فيرت يعني اخضر فيرت 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 سوا غنلقى نوار يعني اسود اوكي ان 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 دابا تخيلوا معايا عفاكم شوفوا معايا صافي نكتب لكم بالازرق دونك هنا بيان سو نوار سي ماشي فيرت سي نوار شوفوا معايا بالنسبه للروج احتمال ديال الاحمر عندي العدد ديال الكرات الحمراء مقسوم على العدد الكلي يعني 3 مقسوم على العدد الكلي اللي هي 3 زائد 3 زائد 2 6 زائد 2 هي 8 متفقين هنا بالنسبه للاخضر عندي 3 الكرات خضراء مقسوم على العدد الكلي اللي هو 8 هنا بالنسبه للاسود عندي 2 ديال الكرات سوداء مقسومه على العدد الكلي اللي هو 8 هذا هو الاحتمال ديال كل واحد اوكي دونك دابا نشوفوا الاحتمال ديال هذه ديال السحبه الثانيه اللي وصلنا للاحمر دونك يعني الا كان احمر هنا خديت وحده حمراء يعني قلت لكم بدون احلال يعني الكره اللي خديتها ما كنرجعهاش دونك يعني خديت وحده حمراء ها هي دونك يعني بقاو لي جوج ديال الكرات حمراء دونك يعني غتبقاو لي جوج ديال الكرات حمراء وغنقسم على العدد الكلي العدد الكلي ما بقاش 8 حيت نقصت وحده حمراء دونك بقاو 7 بالنسبه للنوار النوار ما قصدت والو يعني غيبقاو 2 ولكن غنقسم على العدد الكلي اللي بقى غير 7 حيت خديت وحده حمراء هنا لا هنا بقاو لي بيان سيغ 3 ها هي مقسومه على 7 متفقين بيان هنا بالنسبه للحمراء هنا فيرت نبداو بفيرت هي الاولى بالخضراء دونك لاحظوا معايا خديت وحده خضراء بقاو لي غير جوج خضراء يعني هي 2 مقسومه على العدد الكلي هو 7 بالنسبه للحمراء هي 2 على بالنسبه للسوداء 2 على 7 حيت بقاو لي 2 وبالنسبه للحمراء هي 3 على 7 بالنسبه للحمراء هنايا دونك هنا نبداو بالسوداء السوداء خليت وحده دونك بقات لي غير وحده واحده مقسومه على العدد الكلي اللي غيبقاو لي غير 7 هنا بيان سو بقاو لي 3 مقسومه على 7 هنا كذلك بقاو لي 3 مقسومه على 7 يعني هذا هو كل احتمال ديال كل واحد فيهم دونك لاحظوا معايا مزيان راه فاش كنقول مثلا احتمال الحصول على كره خضراء في السحبه الثانيه علما ان السحبه الاولى سوداء الكره سوداء راه هذا هو الاحتمال ديالها هو هذا يعني مباشره كتعرفوا غير من شجره الاحتمالات اوكي يعني هذا هو فاش كنقول لكم مثلا احتمال مثلا ا كيساوي 3 على 7 شنو هو ا هو الحصول على كره مالها خضراء علما ان الكره سوداء في السحبة الأولى هنا بيان سو غندير لكم خضراء في السحبة الثانية متفقين بيان دونك لاحظوا معايا مزيان لقيت لكم مثلا نعرف لكم واحد الحدث هذا الحدث اللي غادي نقول لكم بأن حصول على كرة مثلا السوداء في السحبة الثانية وكرة حمراء السحبة الأولى شوف معايا شنو قلت لكم و هاد هو يعني عندي جداء متفقين وفاش كنقول و عندي جداء كذلك عندي تقاطع عندي سيكسيون يعني مثلا الا درت لك واحد سي ولا مثلا مثلا في الاولى نحصل على في الثانيه نحصل على كره سوداء وفي الاولى نحصل على كره حمراء يعني جوج ديال الاحداث دونك راه التقاطع ديالهم راه هو بي دونك تو سامبلومون احتمال ديال بي راه هو التقاطع ديال واحد جوج ديال الاحداث مثلا سي و دي تقاطع سي و دي بحيث ان السي الحصول على كره مثلا حمراء في السحبه الاولى و دي الحصول على كره سوداء في السحبه الثانيه دونك التقاطع ديالهم راه هو بي اوكي حيت علاش حيت درت لكم هو متفقين التقاطع ها هو يعني هو وبيان سيغ شنو غيساوي ليا هادي لاحظوا معايا مزيان قال لك السحبه الثانيه سوداء سوداء هاي ولكن السحبه الاولى حمراء دونك حمراء في السحبه
الأولى يعني ها هي يعني هادشي يعني روج فيرت روج فيرت متفقين روج فيرت بيان سور روج فيرت يعني غنشد 3 على 8 وغنضربها في 2 على 7 مباشرة يعني 3 على 8 وغنضربها في 2 على 7 متفقين دونك هادشي بيان سور غيعطيني بيان سور هي 3 مقسومة على بيان سور ناقص قالي 4 4 في 7 هي 28 متفقين بيان دونك باش تكونوا فهمتوا معايا يعني بيان سور كنستعملوا هادي بيان سور استعملت بيان سور بواحد الطريقة هنايا لاحظتوا معايا مثلا هنا نقدر نديرها لكم مباشرة هي بيان سور مباشرة هي الاحتمال مثلا ديال سي وغنضربوا في الاحتمال ديال دي علما ان سي تحقق وبيان سور فاش كنقول مثلا سي شنو قلت لكم سي مثلا هو الحصول على السوداء في السحبة الثانية دونك سي السحبة الثانية نحصل على السوداء اوكي دونك يعني السوداء في الثانية هادي ولا هادي ولا هادي ولكن لاحظوا معايا علما ان بيان سور بغيت بي دو سي بي دو سي سوداء في الثانية سوداء هاي سوداء في السحبة الثانية في اثنان اوكي في السحبة الثانية يعني غير باش نختصر في الوقت اوكي دونك لاحظوا معايا مزيان في الثانية عندي هادي وهادي وهادي اوكي سوا غيكون عندي روج نواغ سوا فيغت نواغ سوا نواغ نواغ اوكي يعني غتكون عندي 3 على 8 في 2 على 7 او يعني او غتكون عندي زائد زائد 3 على 8 في 2 على 7 او غتكون عندي نواغ نواغ يعني 2 على 8 في 1 على 7 متفقين وبيان سور فاش كنقول بي ديال سي دي ساسون دي دونك بي ديال دي ساسون سي دونك لاحظوا معايا مزيان شنو هي دي دي هي قلت لكم الحصول على كره اللي غادي تكون بيان سور حمراء في السحبه الاولى دونك هنا دي حمراء في السحبه واحد في واحد دونك دي في واحد متفقين دونك لاحظوا معايا بغيت دي في واحد دونك بيان سور حمراء في واحد يعني عندي واحده هي هذه هي الغوش هي 3 على 8 مباشره متفقين دونك بيان سور لاحظوا معايا دونك نحسبوا هذه بالاله الحاسبه دونك بيان سور غتعطيني بالاله الحاسبه دونك 3 مقسومة على 8 في 2 مقسومة على 7 زائد 3 مقسومة على 8 كما كتشوف يعني الاحتمالات اللي بسيطة بزاف يعني غير تخيلوا لاحق كيفاش خدامة كيفاش يعني كنسحب كيفاش هادي كديروا هاد يعني احتمال كل حدث ومن لاحق كديروا جدوا أي حاجة 3 2 مقسومة على 7 زائد 2 مقسومة على 8 في 1 مقسومة على 7 وكتعطيني 1 على 4